بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباريات أسطورية بآخر ساعات الموسم، باقي ساعة ونص لنهاية الموسم. الحين الساعة 10:30 الصباح، صباح الاثنين. مثلا نشوف هذه المباراة ضد الوقبيت قبل 7 ساعات، يلا نشوفها. لاحظتوا حتى الكلاب نوعية دفاعه باللوك بيت يجيبون لي فالكري زيادة بالتعذيب. فالكري ضد مقبرة أبدا ما ينفع. وصل البطل الملكي. موصل 7400. طبعا بيك سبام يخليني افكر اعتمد البيك سبام صراحة، يعني ممكن اجرب البيك سبام. ليش لا نجربها للحين الساعة الاخيرة من الموسم، نجربها ليش لا. هذا قبل شوي ضد هوك سايكل ميكانايت.
أظل رعد بكسبان ضد هذا، ما أظن بدق المعركة بيوصل والله ما أعرف. فالمقبرة رهيبة يعني. نشوف نعيد هذه المباراة. هنا شيء منطقي، ألعب السم على هذا. هل كان أنا بشوف هل كان عندي إكسير على بالبيكا ولا لا؟ كان موجود إكسير، بس أنا تفلسفت قلت ألعب الفالكري أخف، بس تفاجأت إنه لعب الفارسة. الفارسة أيضا ضغطت على الفالكري، سببت يعني إنه الفالكري تتدمر بسرعة. ف هذا اللي حصل يعني، إنه كنت لعب البيكا بدون فلسفة، لكن أنا عشان خصومي السابقين كنت أتوقع إنه مثلا هذا يلعب برابرة، فكنت أبغى أوفر البيكا لخصم يعني، كنت أتخيل إنه أخطر مثلا وبضايق أخطر. هل هو اللي بدأ المباراة ولا أنا اللي بديت؟ رهيب البداية. شلت 1500 من أول هجمة. أو لا تقريبا، لأنه هذا الخصم 3600، فتقريبا شلت 1000 يعني. العموم رهيب البداية. فهذه آخر ساعة من الموسم، خلونا نشوف. واو واو واو، ميجنايت بالصندوق الذهبي. صندوق عادي ذهبي ميجنايت. ممكن يفيدني بالحرب. ندخل بك اسمام هنا، يلا نجرب. بس كذا تغيير بسيط، لأنه أنا أحب الأسهم وأعتبرها أفضل من الجذع. يلا بسم الله. اسمه مخيف من البداية كذا يا أخي. وش الأشياء هذولا؟ وش الناس ذولا؟ البداية جاني سفاح، جاني السفاح أساسا القاتل. إيه شوف كيف التخريب، الله يستر يعني. من البداية يجيك كذا
وين هذا الخصوم لما كنت تلعب مقبرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بيكون اختبار ل رئيسي يعني أساسي. أنا ليش لعبت بيكا أصلا؟ ما تسألون إيش؟ ما تزعلنيش. لا 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 بعد. لا لا هذه كملت، هذه كملت المؤامرة. والله كملت المؤامرة أقسم بالله. خير. خير. ما تنفرز ليش؟ ما تفرز نشنيش؟ أما والله العظيم لازم تتنرفز بهذه اللعبة. ما زبطت معنا في ذاك المعركة. ما هي ظابطة لأنه سبحان الله فجأة أول مباراة زي كذا. راح أكمل وأشوف اللي بعده. أشوف اللي بعده. والله قهر والله. شوف كيف نبت كل الخصوم بعد هذا. ميني بيكا و... لا وفالكري بعد في نفس الوقت. ميني بيكا وفالكري ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مستحيل والله مستحيل. والله العظيم تعذيب 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 وتخريب ظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما أدري يعني وش سالفة النظام؟ وش سالفة هذه اللعبة معاي؟ ما أعرف والله ما أعرف. ليش كذا؟ نشوف لدم الموضوع خربانة بنشوف. نرسل الشباب. يا الله شكلي بطل المباراة لأنهم بالذات هذول أنا خصوم بالمباراة. حلو صدق المعركة بعد رهيب. الحقين قال افتقدت الفالكري. لا لا لا
والله مشكلة كبيرة. هذا معيار غضب بعد لا أنسى. شايفين؟ غير طبيعي والله، غير طبيعي. يمكن صرف كثير كثير، بيلعب ساحر كهرباء اكيد. كأنه اعطاني العلاج، ما ادري هل انا استفدت من السبيل ذا. افتقدت السيار اكيد، افتقدت الفالكري اكيد. سباركي هي تقهر، يا هي تقهر. والله قهر، والله والله قهر، ما زبطت. أحب أمير الظلام ذا. الحمد لله. أوكي. حلوة حلوة حلوة. في كسبان. لكنها ما أدري، ما هي أفضل من المقبرة صراحة ضد هذول الأشكال. أبداً ما هي أفضل. احتاج للفالكري، احتاج للسياف كثير. ثور بطاقتين رهيبين اكيد فاقدهم. ممكن احط الفالكري بدل الشبح، ممكن انه احس الشبح ما فادني كثير. ممكن اسوي تعديل 4.1، ما تفرق ما تفرق معي كثير. يلا شايفين كلاب مسلطين علي، ذا شكلهم نفس هذه الخطة ذي. كنت أتمنى لو صد ساحر الثلج بعد. لا حول ولا قوة. ضد هذا الخصوم وش حالات المقبرة والله. بس هذه اللعبة لما تسوي كذا يجيك كذا، يجمون لك كذا، لازم يعاندونك. قاتلهم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا، كملت 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 والله كملت. هذول بوتات، بوتات مضادة أكيد. والله ما هذا ال... هذا هذا التبرير الوحيد وهذا التفسير الوحيد. هذول بوتات، جونك بوتات مضادة، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله يلعنهم. بس اللعنة على نظامهم المعفن، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم شايفين أهمية الباكري، شايفين كيف كلاب. الله يوفقهم، بس الله لا يوفقهم، الله لا يوفق عليهم، الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم، حسبي الله. لعبة حقيرة.